امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ مش كنت تقولي ان في تصوير يا باشا كنت تمكيشتلك؟ استاذه في الارتجال ونفسها تلبس الحجاب والتمثيل هو اللي منعها. اشتغلت مدرسه عربي عندها ازمه نفسيه بسبب فستان الفرح، وقالوا عليها خليفه زينات صدقي، شايفه نفسها كوميديانه تقيله، وتعرضت للسرقه في الكويت من فنانه مشهوره، جوزها كان سبب في اكتشاف موهبتها، وسمير غانم انبهر بادائها، وياسمين عبد العزيز واحمد مكي السبب في نجاحها. تعالوا بينا نعرف رحلة الفنانة بدرية طلبة. الفنانة بدرية محمد طلبة محمد عبد العال اتولدت في اسكندرية سنة 1971، ومن وهي صغيرة كانت بتعشق حاجة اسمها الفن، بس علشان عيلتها أصلها صعيدة كانوا رافضين دخولها الفن، فقررت تبقى مدرسة عربي قد الدنيا في مدرسة حكومة في اسكندرية، لكن برضو الفن كان مسيطر عليها. كانت بتخلص شغلها بدري في المدرسة وتروح على قصر التمثيل في اسكندرية، وده خلاها تتعرض لمشاكل كتير من مدير المدرسة اللي حذرها أكتر من مرة تسيب الفن وتركز في شغلها، لكن طبعاً اللي بيحب حاجة بيفضل وراها لحد ما بيعملها حتى لو هيدفع التمن غالي، وده اللي حصل لبدرية. قدمت استقالتها من الشغل في التعليم خالص علشان تحقق حلم حياتها وهو التمثيل، ولأنها كانت متجوزة من المؤلف مصطفى سالم فاكتشف خفة دمها واقترح عليها تدخل عالم التمثيل من الأدوار الكوميدية، وفي الوقت ده كان كاتب مسلسل برج الأبجدية وخلاها تشترك فيه. ولما جت سنة 1998 اشتغلت في مسرحية أنا ومراتي ومونيكا، وكان من بين الحضور المخرج رائد لبيب اللي أعجب بأداء بدرية واختارها للمشاركة في البرنامج الكوميدي حسين على الهوى سنة 2001. بس الظاهر كده إن السنة دي كانت وش السعد عليها، لأنها اشتغلت مع النجم سمير غانم والمنتج أحمد الإبياري في مسرحية دوري مي فاصوليا، ووقتها سمير غانم اعترف إنها كوميديانة قوية وهيكون لها مستقبل بسبب لهجتها الخاصة وطريقتها المميزة. وقد كان. مع مرور السنين شاركت بدرية في أفلام ومسلسلات كتير زي صايع بحر وخالتي فرنسا، لكن دورها في فيلم لا تراجع ولا استسلام نقلها في حتة تانية خالص. كلهم لا مؤاخذة شمال، إيه القرف اللي انتوا جايبينه ده؟ وخلاها من أهم النجوم في مصر، واللي ساعدها في ده العبقري أحمد مكي لحد ما خرج لنا شخصية المترجمة اللي دمها خفيف. أمال حضرتك فاكر إيه يعني؟ وحقق الفيلم نجاح كبير. ما ينفعش، إحنا محتاجين حد محل السيكا. كمان الفنانة بدرية طلبة عندها كيمياء غير عادية مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، لأنها بتساعدها وبتديها مساحة كبيرة في الدور اللي بتقوم بيه معاها، وده ساعد بدرية يكون عندها قاعدة جماهيرية كبيرة من جمهور ياسمين وأحمد مكي. مش كنت تقولي إن في تصوير يا باشا كنت تمكيشتلك؟ ومن خفة دم بدرية وبساطتها كتير من الجمهور شاف إنها خليفة الفنانة زينات صدقي، خصوصاً بعد ما قدمت شخصيتها في مسلسل إسماعيل ياسين، ورغم حسها الكوميدي اللي اتشهرت بيه إلا إن عندها عقدة من الفستان الأبيض بتاع الفرح بسبب إنها اتجوزت على خشبة المسرح في اسكندرية وقت عرض مسرحية أدهم الشرقاوي واللي لعبت فيها دور البطولة، ولأن كان عرض المسرحية مع معاد فرحها اضطرت تحتفل بجوازها على خشبة المسرح ولبست جلابية موف مع طرحة بيضة واحتفلت مع زوجها على المسرح بعد تحية الجمهور. الجلابية بتاعت فاطمة اللي هي بطلة المسرح. لكن الأزمة النفسية اللي عندها فعلا هي لما تعرضت للنصب من فنانة مشهورة ما رضيتش تقول اسمها، بس قالت عليها إنها شطانة بتستمتع بأذى الأشخاص اللي حواليها، حتى صديقتها ما سلمتش منها. وخلال السنين الأخيرة قدرت بدرية طلبة تحجز لنفسها مكان في دنيا الفن، سواء بأعمالها السينمائية أو المسلسلات التلفزيونية أو المسرح اللي وصلت ل 168 عمل، ده غير البرامج التلفزيونية اللي تعتمد فيها على الارتجال، وقدرت من خلالها إنها تسعد جمهورها بخفة دمها. وبس كده، يا ترى بقى يا عزيزي ايه هو اكتر عمل فني بتحبه للكوميديانة بدرية طلبة؟ قول لنا رأيك في التعليقات.